كيف أساعدك يا أمير الظلام؟ حاولي تظبطي لي ميعاد. الجمعة 13 من يوليو. لا لا، عايز ميعاد عطشفي. فهمتك، تريد رداء شفتشي. ما بتفهميش، عايز أتفسح مع حد. أنا معذب. فهمت طلبك، سمك معلب. عيونها كثيرة، عيونها قليلة، بكره الصبيت. بابا؟ بس كثرة العمل تجعلك متوترا، تحتاج لعطلة ترحمك من ترتيب عطلات الآخرين، وأعرف كيف أرتبها لك. ميفس أخبريني، إلى أين نذهب؟ رحلة؟ مفاجأة. لا 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 بابا. هيا، هناك مرح كثير، يمكن أن تمارس الغوص وتتناول أشهى طعام أو تسترخي وتتأمل. حسناً يا أبي، أشكرك. ربما تجد لعبة نارية تعجبك. لن أجد ما يشعر قلبي. مرحبا بكم، معكم كابتن إريكا. لابد أنك دراكولا الشهير. إدوبيدي شولا أكوبيدي. هناك لكنة تجعل الشخص يبدو غاية في الذكاء. إدوبيدي شولا أكوبيدي. رحلة رائعة، أفضل عطلة في الدنيا. جدي صائد مصاص الدماء كان على حق، الوحوش مقززة، لا فكرة لديهم عما سيحدث لهم. حتى ماشي زي الفل. شيء في هذه المرأة لا يريحني. الأكل هون منموت فيه. لابد أن هناك ثوماً في السلطة. هل يقتلك هذا؟ بطنك منفوخة؟ مستحيل، هولامو سيتقيأ. بابا.